فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تريد أداء العمرة وتخشى أن تأتيها الدورة الشهرية، فهل عند اشتراطها عند الإحرام تسقط عنها العمرة فيما لو نزل عليها الدم؟ الدم ليس حابسا معتادا، ليس حابسا عارضا، لأنه معتاد يأتي كل امرأة، ليس حابسا عارضا حتى مثل المرض، مثل صد العدو، مثل لا، ما هو بعارض. هذا الشيء معروف عند المرأة. فالحمد لله تحرم بالعمرة أو بالحج، وإذا جاء الحيض تمتنع من الطواف حتى تطهر. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.